مرحبا بكم سيداتي سادتي في قناة الأنوار إيريس للنساء، واللي غادي يكون فيها إن شاء الله من هنا لقدام روتينات فيديوهات ديال وصفات جميلية ووصفات ديال الأكل. اليوم بمناسبة رأس السنة قررت أنني ندير لكم وصفة ديال الريجيم بالنسبة لأصحاب السكري، واللي غادي تكون طاخت. حاليا غادي نديرو جنواز، واللي المكونات ديالها كالتالي: عندنا السكر ديال مالين الريجيم، عندنا كاس ديال الدقيق، عندنا فاني، وعندنا 4 البيضات، عندنا الملح، وعندنا هاد الزيت، هادي هاد الفرشاة اللي فيها الزيت باش ندهنو اللاطة اللي غادي نديرو فيها الجنواز. وغادي تلقاو هاد الوصفات غنحطهم لكم في صندوق الوصف، المقادير ديال الجنواز غنحطهم لكم في صندوق الوصف. دابا حاليا غادي نبداو بالوصفة، وكنتمنى انكم ديروا جيم القناة ديالي وتابوناو فيها وتدعموني، لان عندي كثير ما غادي نوريكم، ماشي غير وصفات، كاين نصائح وكاين بزاف الامور اللي خاصة بالفتيات واللي مازال ما تزوجوا، وحتى النساء اللي مزوجات والنساء العاملات. ودابا غادي نبداو ان شاء الله على بركة الله الوصفة ديالنا. غنبداو بالبيض ان شاء الله، غادي نديروا البيضات هنا، من بعد ما درنا البيض غادي نخدمو لا ماشين ديالنا على السرعه ديالها القصوى. دابا غادي نزيدو الطحين شويه بشويه، وانتم عارفين بان في الجينواز ما كنزيدوش الطحين بالعجان، كنزيدوه ابار. غنبداو نضيفوه من بعد ما غربلناه بطبيعه الحال، غنبداو نضيفوه شويه بشويه باش ما كطيحناش الجينواز ديالنا. دابا نزيدو الكميه الباقيه شوي بشويه باش ما يطيحناش البيض. هانتوما كنبقاو نخلطو حتى كيتجانس الخليط ديالنا. ونسيت ما نقول لكم باننا فاش كنا كنطيبو البيض ضفنا 7 نتاع المعلقات نتاع السكر باش تجي الحلاوه ديالو معتدله. المعلقات يكونوا صغار ديال القهوه ماشي الكبار ديال السوب. دابا غنزيدو لاغوم نتاع الفاني باش كي تبقى كونسونطري، ما نكتلوش باش ما تتعطيناش المروره. كنزيدو الرويز ديال المعلقه، حيتاش كيف ما عرفتو هذا النوع هذا تيكون مجهد، الريحه ديالو زوينه ولكن مجهد، كيكون كونسونطري هو على الليكيد. يعني الا درتي غير شويه
كيف ما كتشوفوا الريحه ديالو زوينه. دابا من بعد ما خلطنا وتجان في الخليط غادي ندوزو نحيدو علينا هكا وغنجيبو لاطا باش ندهنوها. من بعد ما درت لها ورق طبخ غادي ناخذوا هادشي حتى اللي معمره بالزيت معمره بالزيت ديال الدهن وغادي كنبركو هي كتبركو عليها كتخرج الراسه وغندهنوا بها هاد اللاطا. نحطو الشتا ديالنا هنا ودابا غنبداو نفرغوا الخليط شويه وحنا رافعين يدينا باش كات الهواء كيدخل للكيك ديالنا. من بعد ما فرغنا الخليط ديالنا كامل غادي نبسطوه. دابا غادي نخوي قدامي باش يبان لكم مزيان الباط وشنو كندير. غنحيدو بعدا علينا هادشي هانتوما تتايطالي هي كتبان لكم بانها كيبان هذا الكاريط اللي لتحت ولكن حاولوا باش ان العجينه ما تعذبكمش. كي قلت لكم كان ايطاليو هاد الجنواز راه كتبان لكم كتبعني شويه من حيتاش جوبال. دابا من بعد ما ايطاليناها غادي نديوها للفران. دابا غادي نديرو اللاطه ديالنا في الفران من بعد ما سخن على درجه حراره كنديروه على 180 درجة كي كتشوفو وكنديرو في الوقت كنديرو ربع ساعة وكنخليوها طيب ودرجة الحرارة كنديرو 180 درجة كي كتشوفو كنخليوها حتى كطيب مزيان وديك الساعة غادي نوريها لكم بعد ما طيب. البنات ريتها ما طيب الجنواز نتاعنا غادي نحب نوريكم واحد لي موتيف اللي كيديكوراو بهم لي طارت. الا نتوما بغيتيهم بغيتو تشوفوهم كتبوا لي هادشي في لي كومونتير ديالكم وغادي نجيب لكم بروفيسيونيل اللي كيصاوبهم. و اون بليس دو سا كنتمنى انكم توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد لايكات ولا وصلتوا ليا لاكبر عدد لايكات ان شاء الله غادي ندير لكم الطريقه باش انكم تصاوبوا هاد لي موتيف باش ديكوريو بها لي طارت ديال الوليدات ديالكم كي كتشوفوهم كيتكالو. وكنتمنى انكم توصلوا هذا الفيديو هذا لاكبر عدد من اللايكات وكنتمنى تابوناو وتبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم والعائله ديالكم باش لاشين ديالنا تطلع. ومن هنا لقدام غيكونوا دي فيديو غادي يعجبوكم عندهم علاقه بالاطفال ديالنا بالطبخ وحتى بحياتنا الزوجيه. دابا نخرجوها من بعد ما طابت هانتوما هاكي كتجي. انا غنحيدها من اللاطه ونوريكم حيتاش باقا شويه سخونه على ما تبردو. حنا كنحيدوها دابا من راسطات شويه استقنا شويه في التمات ديال اللاطه. هانتوما من بعد ما سقيناها من البابيي على بيستو ديالها وتتجي رطبه هشيشه. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال هادو ديال هاد لي موتيف اللي كان اللي كندير نديكوريو بهم لي طارت. ولا بغيتو تشوفوهم غادي تكومونتيو ليا في هذا في لي كومونتير بانكم باغيينهم. وكنتمنى انكم توصلوا هذا الفيديو اكبر عدد اللايكات وتابوناو في لاشين ديالي وغنجيب لكم ان شاء الله شيف سبيسياليست اللي غادي يصاوب لكم هاد لي موتيف ديال ديكوراسيون نتاع لي طارت ديال لي زانيفرسير. والفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون في لاشين غادي يكون على
Thank you.